بحضراتكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من المشهد، واللقاء يوم يتجدد مع حضراتكم على شاشة النيل للأخبار. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن التحذير الأمريكي الواضح والذي يضع أنقرة أمام خيارين، إما منظومة الدفاع الروسية S-400 أو الطائرات الأمريكية F-35، حيث تصاعدت حدة التوتر وحالة الشد والجذب بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا. الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الأحوال تريد أن تفرض بعض الشروط أو بعض الضغوط على تركيا من أجل التنازل عن الصفقة التي تم إبرامها بالفعل مع الجانب الروسي في مقابل الحصول على صواريخ أو طائرات أمريكية F-35. إذن هي نوع من المساومة في إطار المصالح طبعا التي تراها كل دولة على حدة. إذن عن هذه التحذيرات وعن حالة الشد والجذب وعن تصاعد حدة التوتر في الفترة الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، وهل هذا التوتر توتر حقيقي أم توتر مزعوم وكاذب وربما يكون في الكواليس تعاون من نوع آخر؟ معي ومعكم في هذه الحلقة من المشهد وعلى الهواء مباشرة لإبداء الرأي والتحليل حول هذا الملف وهذا الموضوع سيادة اللواء دكتور علاء عز الدين، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة سابقا. مساء الخير يا فندم. مساء النور. اهلا بسيادتك معنا، اشكرك على تلبية الدعوة. تسمح لنا في البداية نتوقف لمتابعة هذا التقرير التالي ثم نعود اليكم من جديد لفتح وبدء النقاش على الهواء مباشرة والجديد فيما يتعلق بالعلاقة الأمريكية التركية. أجواء مشحونة بالتوتر تشهدها العلاقات التركية الأمريكية مؤخرا رسميا بعد عزم أنقرة شراء منظومة S-400 الصاروخية الروسية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفي أول تصريح له ردا على تحذير أطلقه البنتاغون في وقت سابق قال إن شراء بلاده تلك المنظومة الصاروخية لا علاقة له بأمن الولايات المتحدة الأمريكية. المتحدث باسم البنتاغون حذر من أن تركيا قد تواجه عواقب خطيرة في حال اشترت كما هو مقرر المنظومة الروسية المضادة للصواريخ S-400، حيث من المقرر أن تبدأ تركيا الصيف المقبل استلام هذه المنظومة. ويعتبر هذا الملف من أكثر نقاط الخلاف خطورة بين أنقرة وواشنطن. وقال المتحدث باسم البنتاغون إن في هذه الحالة لن يكون بإمكانهم الحصول على طائرات F-35 وصواريخ باتريوت. كانت واشنطن قد وافقت في ديسمبر الماضي على أن تبيع لتركيا منظومة باتريوت المضادة للصواريخ كدليل حسن نية لإقناع أنقرة بعدم شراء الصواريخ الروسية المنافسة، إلا أن أردوغان كرر مرارا أن لا مجال للعودة عن صفقة السلاح الروسية. أجدد لكم التحية من جديد مشاهدينا الكرام، وأيضا أجدد التحية بضيفي الكريم في استوديو المشهد سيادة اللواء دكتور علاء عز الدين، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة سابقا. سيادة اللواء لك التحية من جديد، وبداية في أي سياق تضع حالة الشد والجذب وتصاعد حدة التوتر بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا ومساومة الولايات المتحدة الأمريكية، إما فرض عقوبة أو فرض حالة من الضغوط على تركيا مقابل التنازل عن الصفقة التي تم إبرامها بالفعل مع الجانب الروسي، وفي هذه الحالة إذا رضخت تركيا يتم يعني التعاون الأمريكي معها في تسليمها طائرات أمريكية F-35، كيف ترى هذا الأمر؟ هذا الأمر طبعا يعتبر تدخل أمريكي في الشؤون الداخلية أو في الشأن التركي، تدخل سافر، لأن شراء دولة ما لأسلحة من دولة أخرى خاصة إذا كانت غير مؤثرة على أمن الولايات المتحدة الأمريكية فهذا أمر يخص الدولة التي تشتري. ولكن هذا الأمر اللي بيسبب نوع من التوتر ليس سببه الصفقة فقط. طب إيه اللي دفع تركيا أنها تشتري من روسيا؟ من وجهة نظري أن ليس الغرض شراء صفقة الصواريخ S-400 فقط، ولكنها رسالة واضحة
للولايات المتحدة الأمريكية من تركيا أنه ليس أنت المنفذ الوحيد لتسليح القوات المسلحة التركية، هناك بدائل قد تكون أفضل. لابد أن نخرج من تحت العباءة الأمريكية، ده تركيا الرسالة بتاعت تركيا، لسان حال تركيا. أيوة. خاصة أن التوتر بين تركيا وأمريكا هو توتر قديم يعود ل 1974 منذ استيلاء تركيا على شمال قبرص، وبقى من هذا التوقيت في توتر بين اليونان وتركيا وقبرص، والولايات المتحدة الأمريكية وقفت ضد تركيا. تركيا عضو في حلف شمال أطلنطي، تركيا وقبرص واليونان، واللي بيدير حلف شمال أطلنطي أو بيسيطر عليه فعليا الولايات المتحدة الأمريكية، بغض النظر عن الشكل الديمقراطي صحيح. اللي جوه الحلف، لأن الولايات المتحدة الأمريكية بتعتمد على أنها بتوفر الحماية لأوروبا الغربية، بتمد معظم الدول في حلف الناتو بمنظومات من الأسلحة، بتدفع من ميزانية الدفاع لتوفير الحماية لأوروبا الغربية ضد كان وقتها الشيوعية أو الاتحاد السوفيتي السابق ثم روسيا بعد ذلك. كل دي أوراق بتستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على الدول أو للسيطرة على الدول في حلف الناتو. من ميثاق حلف الناتو أنه لا تقوم أو لا يتم حل أي منازعات بين دولتين بالقوى المسلحة. تركيا خرقت هذا الأمر، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية وقفت قصادها في هذا التوقيت، وبدأ التوتر مر بعدة مراحل، منهم مثلا رفض تركيا استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لقاعدة إنجرليك في أثناء غزوها للعراق. تمام. رفضت تركيا هذا الأمر. الموضوع ده عمل نوع من التوتر ولكن داب. بعد محاولة الانقلاب الأخيرة في تركيا طلبت تركيا من أمريكا أنها تسلمها فتح الله جولين اللي هو مؤسس جماعة الخدمة. أمريكا رفضت، عمل نوع من التوتر الآخر. الموقف الأمريكي في سوريا وهو ده بقى يعني التواجد التركي في الشمال السوري، لا عفوا، الموقف الأمريكي من سوريا أنا هقول لحضرتك ده كان سبب رئيسي في إزكاء روح أو إزكاء التوتر بين الدولتين. تركيا الشوكة اللي بتوجعها قوي أو التهديد الخطير الأكراد طبعا، بينما الولايات المتحدة الأمريكية بتدعم الأكراد صحيح. اللي هي قوات سوريا الديمقراطية في سوريا. طيب هنا تعارضت المصالح، أمريكا بتدعم العدو اللدود لتركيا، وتركيا شايفة أن ده بيهدد مصالحها، ومن هنا بدأ التقارب الروسي. يعني نقدر نقول أن سوريا المشكلة السورية رغم التوتر اللي كان بين سوريا وتركيا كانت سببا رئيسيا في التقارب التركي الروسي، رغم إسقاط تركيا لمقاتلة روسية، التوتر اللي كان موجود، محاولات التدخل التركي في سوريا لأن خوفهم من عدم قدرة النظام السوري على السيطرة على قوات سوريا الديمقراطية أو ضحرها، الحدود السورية التركية غير آمنة بالنسبة لهم، ومن هنا تدخلت روسيا وبدأت تتقارب مع تركيا، ومن ضمن التفاهمات إن احنا نأمن لك في مناطق تخفيف توتر على الحدود السورية التركية، بقى فيها دوريات تركية بتمر بتأمن صحيح. بتأمن المصالح أو الحدود، هذه الحدود في التوقيت اللي أمريكا مش عايزة تتراجع عن دعمها لقوات سوريا الديمقراطية. صحيح. طيب سيادة اللواء، يمكن تحدثت في بداية كلماتك أنه يعني فرض الشروط الأمريكية على الجانب التركي أو على أي دولة في المطلق هو تدخل سافر، لأن من حق أي دولة لها سيادة أن تبرم صفقات كما ترى فيما يعني يتناسب ويتلائم مع المصالح الخاصة بها من وجهة نظرها. هل الولايات المتحدة الأمريكية تملك يعني من أدوات أن تفرض شروطا أو عقوبات أو أن تفرض أمرا واقعا وتسير نهجا معينا مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية ذاتها منذ 20 عاما على سبيل المثال؟ هل اختلف الوجه الأمريكي عن السابق أم ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تملك من الأدوات التي تجعلها تتعامل مع دول العالم كلعبة الشطرنج، توزع الأدوار كيفما تشاء وكيفما تريد؟ سؤال جميل فعلا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة السابقة السبعينيات والثمانينيات ونقدر نقول من أواخر الثمانينيات لما بدأ الاتحاد السوفيتي يضعف ويتحلل
ثم بانهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك حلف وارسو في 89 و90 تسيدت الولايات المتحده الامريكيه العالم وبدات تضغط كيفما تشاء على اي دوله، الى ان استعادت روسيا مره اخرى قوتها. نقدر نقول ان روسيا الان بتستعيد عرش الاتحاد السوفيتي السابق بس بشكل افضل مما سبق. الفساد مسيطر عليه بدرجه كبيره، في تعامل مع باقي دول العالم والسياسه الخارجيه الروسيه بدات تعرف المصالح فين وبتمد ايديها للدول اللي تقدر تحقق لها مصالحها. التقدم العسكري الروسي في الفتره الاخيره بقى عنده منظومات تسليح متقدمه جدا في قمه التكنولوجيا وقمه الاداء القتالي. كل ده خلى في ند على المستوى العسكري للولايات المتحده الامريكيه. ايضا الصين قوه لا يستهان بها رغم انها تبتعد ما بتحبش نفسها تحط نفسها في في المشاكل العسكريه او التوترات، ولكن قوه اقتصاديه لا يستهان بها. صحيح. وبالتالي النهج الامريكي هو للاسف لم يتغير. اصبح التاثير الامريكي على الدول ليس كالسابق، ليس من 20 30 سنه، يعني سنه 90 الدنيا كانت بشكل ودلوقتي بشكل. ولذلك نلاقي تركيا على سبيل المثال رغم انها عضو رئيسي في حلف شمال الاطلنطي، ولكن بعد ان فقدت حلمها في الانضمام للاتحاد الاوروبي ولقت ان امريكا لا تحافظ الا على مصلحتها فقط، مصلحه الولايات المتحده الامريكيه بدون النظر لمصالح حلفائها، بدات تتجه الى روسيا. طيب منظومه الصواريخ الاس 400 هي فنيا او عسكريا اكثر كفاءه من الباتريوت بمراحل. طيب اذا كانت امريكا بتهدد انها مش هتدي الاف 35، اذا كانت تركيا اشترت منظومه صواريخ اكثر كفاءه من روسيا، التي تملكها مش هتقدر تشتري من روسيا طيارات اكثر كفاءه او على الاقل مساويه. الامر الاخر فين العدائيات بتاع تركيا اللي تحتاج انها تجيب صواريخ متطوره وطائرات متطوره من الولايات المتحده بفرض انها اكثر تطورا من اللي عند روسيا. فهي رساله ان لا، لن تحجري علينا، لن تستطيعي السيطره علينا. الفتره اللي احنا فيها دي الحقيقه انا بقول ان المشكله السوريه زي ما قلت حضرتك زادت التقارب بين ايران تركيا روسيا وشيء ما سوريا، لان جت فتره كان العلاقات بينهم كويسه. وامريكا مصره على الاداره الجيده للسقوط. الاداره الجيده لسقوط الولايات المتحده الامريكيه او لخساره حلفائها. الولايات المتحده الامريكيه بتعاليها بعجرفتها في التعامل سواء مع اوروبا، وشفنا ترامب في الفتره اللي فاتت كان بيتعامل مع اوروبا ازاي، ما قبله في فتره الثمانينيات والتسعينيات و2000 كانت دائما الولايات المتحده الامريكيه بتحاول تضغط على دول اوروبا الاعضاء في حلف الناتو ان هم يزيدوا من نسبه مساهمتهم في النفقات الدفاعيه لارضهم. صحيح. لان كانت متحمله الولايات المتحده الامريكيه هذا العبء. وبدا دافع الضرائب، والسياسيين بعض السياسيين الامريكيين يقولوا طب ندفع ضريبه ليه ونصرف على ارض مش بتاعتنا. صحيح. ولكن اوروبا متمسكه انها تساهم بنسبه قليله وبتنمي اقتصادها. فبالتالي حتى ايضا الموقف الاوروبي يا سياده اللواء اختلف عن طبعاً السابق، يعني في السابق كانت الدول الاوروبيه تابعه بترضخ وترضخ بشكل مزبوط كبير جدا للنهج والسياسه الامريكيه. يعني هذا الرفض ان تخضع وتستسلم دائما للولايات المتحده الامريكيه افقد في المقابل الهيبه الامريكيه. طبعاً. او الزعامه او القياده الامريكيه. انا بقول لحضرتك اداره السقوط دلوقتي. صحيح. امريكا بتدير السقوط بتاعها بشكل يبدا هذا السقوط بخساره الحلفاء. تمام. ثم تجد انها يعني اضعف من ان تواجه جاء وقت على امريكا ممكن ان تواجه العالم طبعا بحلفائها مش بنفسها مش بطولها. صحيح. الحلفاء بداوا ينفضوا على الاقل بشكل تدريجي. وانا بعتبر ان ما يحدث بين الولايات المتحده الامريكيه وتركيا هو غباء امريكي. يعني اصرارها على التعامل بعجرفه وتعالي، ففقدت عضو مهم في حلف شمال الاطلنطي على اطراف الحلف، يعني شرق دول الحلف خالص في منتصف اسيا وعلى حدود مهمه جدا مع روسيا. مع اصرار على عدم الاستماع للمصالح التركيه في هذا التوقيت ده، كل هذه التصرفات بتزيد من الاقتراب الروسي التركي والايراني ايضا.
نلاقي ان النهارده العقوبات الامريكيه على ايران تقريبا لا عقوبات، يعني بعض الدول وبعض الشركات يعني عقوبات بلا جدوى حقيقيه بالظبط، يعني اذا كانت امريكا نفسها مستثنيه 9 دول تقريبا وبعض الشركات من التعامل من تطبيق هذه العقوبات، بالاضافه ان تركيا لا تستمع الى هذا، العراق نفس الامر، روسيا نفس الامر، فيعتبر يعني تأثير العقوبات على إيران ضعيف. فأنا شايف أن هناك تراجع في الأداء الأمريكي في هذه المنطقة وفي منطقة سوريا. حتى سحب القوات الأمريكية، أنا تخيلنا في توقيت أن ترامب لما أعلن سحب القوات الأمريكية من سوريا ده ترضية لتركيا، ولكن أيضا تراجع في آخر لحظة وشافوا وسابوا قوات رمزية، قوة لكن رمزية ولكن ما زال التواجد يعني طالما هناك جندي فهو ما زال التواجد الأمريكي قائم في سوريا. سنعود لهذه الجزئية وحالة ربما الاضطراب في النهج والسياسة الأمريكية، تصريحات متضاربة، أقوال وأفعال تناقض بعضها البعض، ولكن الآن معنا مداخلة ومشاركة هاتفية من الأستاذ الدكتور مختار غباشي نائب المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مختار مساء الخير يا فندم وأهلا بحضرتك معنا، وفي البداية كيف تتابع تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا فيما يتعلق بإبرام تركيا الصفقة لمنظومة صواريخ S-400 الدفاعية الروسية وعدم الاكتراث كثيرا أو الاهتمام بعقد صفقة مماثلة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ تحياتي إليك وتحياتي لسيادة اللواء وحشنا منذ فترة طويلة. الجزئية الهامة في هذا الصراع أو هذا الخلاف الأمريكي التركي مبناه تركيا إحدى دول حلف الناتو المهمة، وتقريبا ثاني أهم جيش في حلف الناتو بعد الولايات المتحدة الأمريكية داخل هذا الحلف. الجزئية الثانية ودي جزئية مهمة جدا، قاعدة أنجليريك التركية هي القاعدة الأهم لحلف الناتو، وهناك قائد عسكري أمريكي بجانب قائد العسكري التركي، لكن الولايات المتحدة الأمريكية هي غاضبة من شكل المناورة اللي بتقوم بها تركيا ما بين شكل التحالف اللي بتحاول أن تبنيه مع روسيا على حساب علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية بدرجة أو بأخرى هي لا تريد أو مش عارفة تاخد تركيا بعيدا عن هذا التحالف لتركيا بتحاول ان تبنيه مع الروس. نجحوا في داخل الساحه السوريه خصوصا تركيا وايران وروسيا، واستطاعوا بالتعبير الدارج ان يقلبوا الطاوله داخل الساحه السوريه. ذهبت تركيا بصواريخ الاس 400 وتحدثت مع الروس عن الاس 500، وهذه المساله هي بالتاكيد لن ترضي الولايات المتحده الامريكيه وهي غاضبه من هذا التقارب. حاولت تغري تركيا بالباتريوت وحاولت انها توقف صفقه طائرات الاف 35 مع تركيا، وهي صفقه طائرات متطوره جدا، لكن انا متصور ان تركيا لم ترضخ للولايات المتحده الامريكيه في هذا النطاق. هو بالمجمل كده صراع اقليمي دولي على مخاطرات هذه المنطقه، ومتصور برأي كثير جدا من المراقبين ان تركيا الحقيقه شاطره في حريه المناوره اللي بتقوم بها ما بين طرفي الصراع المتأجج الآن الولايات المتحدة الأمريكية. نعم دكتور غباشي، تحدثت على أن تركيا لم ولن ترضخ ربما كما فهمت من كلماتك للضغوط الأمريكية، ولكن هناك تصريح أخير جاء على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، تحدث فيه على أن تركيا ربما تواجه عقوبات كثيرة جدا في حال يعني شراء صفقة الصواريخ S-400 الدفاعية الروسية، مع العلم أن هذه الصفقة تم إبرامها بالفعل وقضي الأمر فيها. في رأيك ما هي العقوبات التي يعني تنتظر تركيا في حال عدم رضوخها للشروط أو الضغوطات الأمريكية المختلفة، أم أن هذا الأمر لا يتجاوز مجموعة من الحرب الكلامية أو التصريحات فقط، ولكن على أرض الواقع الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك فرض عقوبات على تركيا فيما يتعلق بهذا الأمر؟ أنا هاخد جملتك الأخيرة دي في نقطة مهمة جدا. هل الولايات المتحدة الأمريكية راغبة أن تذهب تركيا
الامريكيه بعيدا بالمطلق عن حلف الناتو وعن الولايات المتحده الامريكيه وتخسر قاعده انجيريكو التركيه، وانا اشرت معاك اليها في بدايه حديثي، متطور ليس في مصلحه الولايات المتحده الامريكيه ولا في حلف الناتو ده. لكن مشكله الولايات المتحده الامريكيه والحلف مع تركيا ان هم حاطين تركيا على بوابه الغرب وحاطين تركيا على بوابه هذا الحلف. تركيا تريد ان تخرج من هذه البوابه او تريد ان تخرج بعيدا عن هذا النطاق اللي تركيا هي مش قابلاه على نفسها، وذهبت الى الروس طوعا او كرها، خلينا اقول لك بشكل او باخر، واستطاعت ان تفرض معادله اقليميه كبيره جدا في هذه المنطقه اللي احنا عايشين فيها، اهمها المعادله اللي ابرمتها تركيا مع الروس بالنسبه لايران وفكت الضغط الامريكي على ايران. المعادله الثانيه هي فرض السيطره على مخدرات، حلول الدوله السوريه او حلول المشكله السوريه، وده كله برضه رغما عن اراده الولايات المتحده الامريكيه. انا متصور ان دي حرب كلاميه لكن لن تصل بالمطلق الى صراع محتدم بين تركيا والولايات المتحده الامريكيه، لان الولايات المتحده الامريكيه هي خاسره في هذا النطاق بدرجه كبيره. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ الدكتور مختار غباشي نائب المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة والمداخلة معنا. سيادة اللواء، يعني إلى أي مدى تتفق أو تختلف مع الطرح الذي جاء في متن هذا الحديث فيما يتعلق على إمكانية فرض العقوبات، أم أن هذا الأمر لا يتعدى ولا يتجاوز الحرب الكلامية أو الحرب النفسية فقط؟ طبعا أنا بحيي الدكتور مختار لأنه صديق عزيز وكلامه كلام صحيح، ولكن أضيف لي أن مسألة العقوبات قد تفرض من الولايات المتحدة الأمريكية في المجال الاقتصادي ومجال التعاون العسكري من حيث قطع الغيار. معظم تسليح أو كل تقريبا تسليح الجيش التركي الخارجي من الولايات المتحدة الأمريكية، معظمه من الولايات المتحدة الأمريكية، طائرات F-15 و16 وهكذا ومنظومات تسليح أخرى كثيرة. وسيلة الضغط بتاعت أمريكا هتكون الإمداد بقطع الغيار، يعني إذا لم تعقد معها صفقات لأنظمة تسليح أخرى، لكن ما هو موجود داخل الجيش التركي بيحتاج قطع غيار وبيحتاج صيانة. صح. ومن هنا قد تكون محاولة الضغط الأمريكية على تركيا، ده جانب. بجانب بعض العقوبات الاقتصادية اللي ممكن أمريكا تعملها، وقبل كده كان ليها سوابق مع دول أخرى، سواء بقى التحفظ على الأموال، منع استيراد سلع معينة، رسم وارد على بعض السلع كما فعلت في الحديد، ويعني أشياء كثيرة قد تفعلها. لكن يا فندم هل ممكن تبقى، طب اتفضل سألي، هل ممكن تكون، يعني حضرتك طرحت جزئية فيما يتعلق انه يعني نسبة كبيرة من التسليح التركي تسليح امريكي بالدرجة الاولى، وتركيا يعني ان حاولت الصمود ربما لن يكون صمودا طويلا بسبب انها يعني ستضطر للجوء الولايات المتحدة الامريكية فيما يتعلق بقطع غيار الاسلحة، هل ممكن تكون روسيا بديل لهذا الامر، ولا الصناعة الامريكية او بعض الاسلحة يعني خاصة أنا ما قلتش بالجانب الأمريكي، وبالتالي صعب أن يكون لها بديلا روسيا أو غير روسيا؟ أنا ما قلتش أن أمريكا أن تركيا لن تستطيع الصمود، بالعكس. أنا ما قلتش ده، لأنها إذا كانت دولة خدت هذه الخطوة، خطوة في اتجاه أنها تعقد صفقة سلاح مع دولة خصم الولايات المتحدة الأمريكية عشان نكون واقعيين، وما عندهاش رؤية استراتيجية أنها هتقدر تأمن التسليح الموجود عندها ازاي، تبقى دوله غير جديره بانها تبقى في المجتمع الدولي. لكن انا اظن ان تدبير قطع الغيار ليه اكتر من طريق. الولايات المتحده الامريكيه دايما مع الدول اللي هي بتمدها بالسلاح بتحاول ان تكون هي المورد الرئيسي لهذه الدوله. تمام. وبحيث ان بهذا الامر بتحاول تلوي وتفرض املاءاتها على الدول. ولا أخفيكي سرا أن أمريكا كانت بتحاول تعمل كده معانا في الفترة السابقة، أيام حسني مبارك وما قبله، كانت أو في فترة حسني مبارك عفوا، كانت بتحاول تسيطر علينا بمسألة الإمداد بالسلاح، وبعد ثورة 30 يونيو أرادت أن تعاقبنا بنفس هذا السلاح، ولكن بفضل ربنا سبحانه وتعالى والإرادة الشعبية طبعا والقيادة السياسية اللي مدعومة بالإرادة الشعبية طبعًا. قدرت أنها تطلع من هذا الأمر. صحيح. وإحنا الحمد لله دلوقتي يعني غير مقيدين تماما بالعباءة الأمريكية من ناحية السلاح. في صداقة وفي ده موضوع تاني يقولوه السياسيين، لكن احنا النهارده الحمد لله عندنا رسمنا او اعدنا رسم خريطة التعاون العسكري
مع دول العالم كله، ناخد من اي دوله زي ما احنا عايزين. مفيش حكر على القرار المصري الحمد لله. تركيا بتحاول تطلع من ده او بتحاول تنفذه، بتحاول تقلد مصر. النهارده لما هي تاخد من روسيا منظومه سلاح، منظومه صواريخ، امريكا ما ترضاش تديها طيارات، هتاخد من روسيا. طب قطع الغيار هيتصرفوا بشكل او باخر بدون دخول في تفاصيل، ويقدروا يامنوا هذه المنظومات اللي موجوده عندهم، وتدريجيا قد تدفعهم امريكا باسلوبها الغبي ان هم يستغنوا تدريجيا عن السلاح الامريكي. بس اقول لحضرتك حاجه، امريكا هترجع في هذا الامر. امريكا لان لو فضلت تضغط هتفقد سوق. اولا لما امريكا بتعقد صفقه سلاح مع دوله هي مش بتديها لها ببلاش، دي بتكسب منها. صحيح. فبرضه هي اقتصاديا هتخسر. الشيء لان صناعه السلاح في امريكا مورد رئيسي للاقتصاد الامريكي، فهتخسر هذا الامر. الامر الاخر هتدفع تركيا انها تلجا الى الخصم او الى روسيا، ويزداد التقارب الروسي الايراني. ما نقدرش ننسى برضه ان ايران النهارده عندها بعض منظومات التسليح اللي بتصنعها. صحيح. قد يحدث تقارب تركي ايراني، يبقى في صناعه عسكريه مشتركه. تركيا عندها قاعده عسكريه ايضا، بس مش طبعا مش بنفس القدر. فالمثلث الايراني الروسي التركي اذا تعاون مع بعضه ممكن يدفع او تدفع تركيا مستقبلا انها تعلق عضويتها في حلف الناتو، تبقى بدايه الفشل الواضح الامريكي. لان معنى ان دوله تعلق عضويتها ثم بكره تطلع من حلف الناتو، دوله اخرى تتعارض مع مصالحها مع امريكا تفعل هذا نفس الامر. وفي من ينتظر الاصطياد، روسيا جاهزة بقى. إنها اللي يطلع هيجي لي يعني. طيب بما تفسر هذا الفشل السياسي كما ذكرت في كلماتك، يعني أو هذا الغباء السياسي في نهج ومسار الولايات المتحدة الأمريكية، كنا نتحدث منذ قليل عن التناقض ما بين القول والفعل، تحديدا فيما يتعلق بالأزمة السورية. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب الكامل من الأراضي السورية، ثم تراجعت وقالت أنه سيتم الإبقاء على قوة، صحيح هي قوة قوامها يعني ليس بالكثير في الأراضي السورية ولكنها متواجدة. كان هناك أكثر من تفسير، البعض فسر الأمر في بداية التصريحات الأمريكية على أنه الانسحاب الأمريكي نوع من أنواع الاسترضاء لتركيا، أو أن تركيا ستكون البديل الأمريكي على الأراضي السورية، أو ستلعب الدور الأمريكي بالوكالة، ثم تراجعت بعض الشيء. كيف ترى هذا التناقض ما بين القول والفعل في التصريحات وفي الأفعال وفي الممارسات الأمريكية، ولماذا أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الغباء السياسي التي ربما لم تكن عليه منذ 20 عاما أو أكثر؟ الولايات المتحدة الأمريكية كانت معتادة أن تحقق مصالحها رقم واحد بغض النظر عن مصالح الأطراف الأخرى، وده نوع من الغباء. ولكن كانت بتعتمد في هذا الأمر على قوتها الاقتصادية والعسكرية، وغياب القطب الآخر اللي هو كان الاتحاد السوفيتي. فنشوف تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية في العالم فترة بروز أو بزوغ الاتحاد السوفيتي كخصم أو كند ليها، لما كان العالم قوتين عظميين، ثم الفترة اللي بعد تفكك الاتحاد السوفيتي بقت تصرفات أمريكا إزاي ازدادت رعونة وازدادت عجرفة وتعالي على العالم. نفس النهج هي مش قادرة تغيره، اعتادوه. طب بالنسبة لما تم من إعلان انسحاب للقوات الأمريكية، جزء منه استرضاء لتركيا لأن حالة التوتر كانت عالية جدا، والجزء الآخر كان محاولة ترامب الحفاظ على القوات الأمريكية من وقوع أي خسائر. لأن في هذا التوقيت تركيا أعلنت قبلها بأسابيع أنها ستشن هجوما ضد الأكراد في الأراضي السورية. والقاعدة الأمريكية اللي كانت موجودة وما زالت، والقوات الأمريكية موجودة في الأراضي اللي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية اللي هم الأكراد. فكان في حالة الهجوم حتى أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية تحذير لتركيا بعدم أنها لن تسمح بأي خسائر في قواتها. وتركيا ردت قالت احنا مش هنسبب له، لكن غير مضمون طبعا. صحيح. ومن هنا جاء اعلان ترامب المفاجئ للبنتاغون، اعلان الانسحاب، ولكن الضغوط العسكريه او ضغوط قاده البنتاغون على ترامب فابقى على بعض هذه القوات. يبقى منه نفذ الانسحاب، محاوله استرضاء والحفاظ على قواته من احتمالات وقوع خسائر، وفي نفس الوقت
استجاب لضغوط البنتاجون، لان البنتاجون شايف ان مصلحه القوات الامريكيه انها تبقى موجوده في هذه المنطقه، لكن لن تكون تركيا بديلا للولايات المتحده في سوريا، لان ما يتم في سوريا من تفاهم روسي تركي وسوري ايضا في الفتره الاخيره الهدف منه تامين او ضمان امن تركيا من الاخطار الكرديه. وفي نفس الوقت سوريا شايفه ان الاكراد ان كانوا النهارده بيحاربوا داعش وهكذا، لكن بكره هيبقى ليهم مطالب. صحيح. وسوريا لن تسمح بانفصال الاكراد. صحيح. وتركيا لن تسمح بانفصال الاكراد، لان انفصال الاكراد في سوريا يمهد لاقامه دوله، يمهد لضم اكراد تركيا اليهم وهكذا، ثم يبقى المثلث بتاع العراق سوريا تركيا دوله كرديه مستقله تهدد الثلاث دول. ومن هنا جاء القوافق الروسي الامريكي السوري في هذه المنطقه. طيب يبقى مصلحه تركيا هنا ظهرت في ايه؟ مع مين؟ لا، مع روسيا وسوريا. صحيح صحيح. طب سياده اللواء، كيف تتابع يعني حرب النديه او الزعامه او القياده ما بين الولايات المتحده الامريكيه وروسيا؟ وللاسف هذه الحرب تكون على اراضينا العربيه او تحديدا في سوريا، عندما ايضا نجد ان هناك حرب امريكيه ايرانيه او اسرائيليه ايرانيه تكون ايضا على الاراضي السوريه، حرب امريكيه تركيه تكون ايضا على الاراضي السوريه، اذا اراضينا العربيه هي التي تدفع فاتوره وثمن هذه الصراعات وهذه الحروب، كيف ترى يعني هذه الطامة الكبرى أن نكون نحن دائما مفعول بنا في كل هذه الأزمات وفي كل هذه الصراعات والحروب؟ للأسف، لأن العرب مفككين، محتاجين إعادة بناء نظام أمن إقليمي حقيقي عربي، أمن إقليمي عربي حقيقي. هذا الأمن الإقليمي المفروض أن تنوض به جامعة الدول العربية، يطلع منها، وكان النواة بتاعته أنا دايما أقولها وأكررها القوة العربية المشتركة. صحيح. التي كانت ستخرج إلى الوجود لولا أن قبلها ب 12 أو 24 ساعة قتلت، بعد أن كان كل حاجة جاهزة، أن حتى لو بدأت بثلاث أربع دول كانت ممكن ممكن هي تبدأ أساسا. بالضبط كده. لأن القوة العربية المشتركة هتوفر لكل دولة عضو في هذه القوة التأمين ضد الأخطار الخارجية والداخلية. ليس هذه القوة ليست تقف مع الحاكم أيا كان، لكن هي تقف مع الشعب. صحيح. مع شعب الدولة، وبالتالي كانت هتبقى ضد الإرهاب، ضد أي عدائيات خارجية، ضد 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 ضد. نلاقي في هذه الحالة دول الخليج مش هتستعين بقوات من حلف الناتو، مش هتستعين بالولايات المتحدة، مش هتعمل اتفاقيات أمنية مع انجلترا، فرنسا، امريكا وهكذا. هنبقى احنا اولى بقضايانا، يعني هنبقى احنا بالظبط اولى بامننا. صحيح. ولذلك اقامه نظام امن اقليمي عربي في هذه المنطقه هو المخرج الوحيد لنا. شفنا مثال، رغم انه يعني لم يحقق او الامد لسه طويل شويه، التحالف العربي في اليمن قدر بدرجه ما ان هو يوقف طموح الحوثيين وخلاهم يتراجعوا، وفي نجاحات. صحيح المده طويله شويه لاسباب، لكن على الاقل الحوثيين كانوا يكادوا يسيطروا على اليمن. صحيح. بدرجه كبيره، لكن وقفهم هذا التحالف. طب ده نموذج جيد جدا، ليه ما نطبقهوش؟ ليه ما نثبتهوش؟ يبقى بغض النظر عن الاسم بقى، تحالف عربي، قوه عربيه مشتركه، كذا كذا كذا، بس يبقى بنفس النظام اللي كان هيتعمل بيه قياده القوى العربيه المشتركه، قيادة متغيرة والكل مشارك وقوات من كل الدول بغض النظر عن قوامها ايه، ده اللي هيخلي ما نبقاش مفعول بينا، على الأقل ندافع عن نفسنا. صح. الأمر الآخر، إن لو قارنا بقى بين التناحر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، لا، الولايات المتحدة الأمريكية أسوأ كثيرا. أنا مش بسوق لحد، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية مصلحتها رقم واحد بغض النظر عن مصالح الأطراف الأخرى. الأمر الآخر أنها دولة عدوانية، يعني تسعى للسيطرة الكاملة على الدول الأخرى، خلاف روسيا. روسيا مسألة مصالح متبادلة، بتديك سلاح، بتحقق لها مصالح معينة. صحيح. بتتعاوني معها اقتصاديا وهكذا. دولة ناهضة بتحاول ترجع لمكانتها الأولى بس بشكل مختلف. ما شفناش يعني لولا الدعم الروسي ما صمدت سوريا حتى الآن، يعني هذا ده واقع، يعني دي حقيقة طبعا. ولولا الدعم الروسي ما صمدت إيران.
طبعا. ودلوقتي تركيا كمان فعلا بدأت تتجه بشكل أكثر، يعني اتفقوا ووقعوا عقد مع روسيا هيعملوا محطة نووية ب 20 مليار دولار، وهذا العقد وقع. في توجه انهم يعملوا خط غاز مشترك بينهم، يعني كل النجاح الاقتصادي بدأت تركيا تدي ظهرها للغرب وتتجه شرقا. وده يعني قد يكون، انا شايفه بغض النظر عن خلافاتنا مع تركيا، لا هو لصالح المنطقه العربيه. لان خروج الولايات المتحده الامريكيه من المنطقه العربيه، لما تخرج منها وتضعف سيطرتها، نقدر احنا كعرب بالتعاون مع اطراف اخرى نحجم الدور الامريكي ياخد حقه بس، عفوا الدور التركي، والدور الايراني ياخد حقه بس، حق مصالحه بس، والعرب ياخدوا يحققوا مصالحهم. يبقى كل طرف اللي هي المساله بتاعت المصالح المتبادله. لكن الامور دلوقتي معقده ومتشابكه بسبب الرعايه الشيطانيه الامريكيه للاسف يعني. هل نستطيع القول ان الولايات المتحده الامريكيه بسبب سياستها ونهجها وممارساتها اصبحت يعني واقفه بشكل منعزل امام عدد كبير جدا من الدول الاخرى، وهي الان لا تملك سوى البكاء على الاطلال؟ لا لا، ما نقدرش، لسه ما وصلتش للمرحله دي. طبعا لسه ما نقدرش ننكر ان القوة الأمريكية اقتصاديا وعسكريا هي أكبر قوة في العالم. ولكن لن تظل كذلك. وحتى لو أكبر قوة في العالم ما تقدرش تقف قدام الدولة سين وصاد. يعني النهاردة ما هو المستقبل؟ هل ستظل أمريكا متسيدة؟ إطلاقا أمريكا تراجعت. إما أن يبقى الولايات المتحدة قطب ودول أخرى أقطاب، يعني تعدد الأقطاب في المجتمع الدولي او في البيئه الدوليه، هنلاقي قدامنا الولايات المتحده الامريكيه، الصين، روسيا، في قوى اخرى بازغه، الهند. حتى وان لم تصل الى مستوى الولايات المتحده، لكن اجتماع دولتين من دول يؤثر. وانا هنا اخص الصين وروسيا، بغض النظر لن تصل الامر الى مواجهه عسكريه، ولكن التعاون الاقتصادي بين بعض الدول قصاد محاولات الضغوط الأمريكية أو التعالي والعجرفة الأمريكية، لا يجبر الولايات المتحدة الأمريكية على التراجع. وده زي ما قلت حضرتك كده، أنها بدأت مرحلة إدارة السقوط في هذه الفترة. أخيرا يعني كلمة أخيرة، يعني ماذا بعد هذا الصراع وهذا التوتر واشتعال المنطقة بالكثير والعديد من الأزمات، من صنع ومن إخراج الولايات المتحدة الأمريكية باستخدامها بعض الأدوات عربية أو غير عربية لخدمة المسار الأمريكي في المنطقة؟ مصر حقيقة متبنية نهج، وهو الحفاظ على وحدة الأراضي، سواء اليمن، سوريا، ليبيا، عدم التدخل في الشأن الداخلي، الحفاظ على مؤسسات الدولة. هذا النهج المصري أنا شايف أنه ناجح جدا، بدأ يجتذب إليه العديد من الدول، سواء غرب أوروبية عشان نكون أكثر وضوحا، وعربية. الدعم السياسي المصري لدول المنطقة التي تمر بتوتر زي سوريا واليمن وليبيا، هذا الدعم مع بعض الدول الأخرى العربية، أنا أظن أنه ممكن أن هو يخرجنا من هذه المشكلة. ثم ما ننادي به ضرورة إقامة نظام أمن إقليمي عربي تحت رعاية جامعة الدول العربية. إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر. شكرا. سيادة اللواء دكتور علاء عز الدين، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة سابقا، شرفتنا ونورتنا يا فندم. أشكرك جزيلا على تلبية الدعوة، والشكر موصول لكم أيضا مشاهدينا الكرام. نهاية هذه الحلقة من المشهد، تقبلوا تحياتي ودائما للحديث بقية.